تخول الرجال وكل مين برم شوارب من بعدك يا سيد الحارة وسيد الرجال. مين؟ أنا فاطمة لك ازدهار، افتحي. هذا أمتي. ايه فوتي. اشتقت لك يا درسانة، مشان هيك صار لك يومين مو مبينه لك ازدهار. شو بيعرفني؟ حسيت خالتك ام حاتم قلبي وشه فيني. يوه بالعكس، خالتي ام حاتم بتحبك. بعدين انت شو بدك فيها؟ شو بيعرفني؟ بعدين انت الثانيه، يعني من شهر زمان وهيك، اذا ضيعوكي بلاقوكي ببيت خالتك ام حاتم. المهم هلا عملتي مثل ما قلت لك. لا تذكريني يا ازدهار. يوه ليش هيك رح تبكي؟ ضليت يومين وانا عم طرز المحرمه، ورسمت على طرف عصفورين عم يتبادلوا من مناقير بعضهم البعض. ايه ضليت 3 ساعات وانا عم بستنى المعلم عمر ليمرق من قدام بيتنا. ايه وبعدين خليته لصار تحت الخص تبع بيتنا وحشت له المحرمه. اكيد حمل المحرمه وشمشمه من صمصيم اعله. ما التفت ولا رفع راسه ولا شاف من وين نزلت المحرمه. يو وضل ماشي بدربه وكأنه ما ارتمى أو وقع قدامه شي. يو والعين تطرقه إن شاء الله المعلم عمر. ليش هيك كتير شايف حاله؟ بعيد الشر عنه، العين تطرق عدوينه إن شاء الله. لا تدعي عليه ازدهار. يعني مالك متضايقة منه ولد فاطمة؟ بالعكس زادت محبته بقلبي أكتر، كبر بعيني أكتر وأكتر. شوفي لقلك، رح أقلك شغلة بس بتضلها بيناتنا وما بتطلع لبرا لمخلوقين يخلق. اجلي هلا، بعثت لي خبر ستي ام صادق، بدي روح شوف شو بدها. لك هلا قعدي شوي لحتى احكي لك شو هي الشغله، بعدين بتروحي بتشوفي شو بدها منك ستنا ام صادق. يو السلام عليكم.